تمام. نيجي بقى عندنا مباراة مهمة جدا، ساجرادا يوم السبت. انت كراجل زملكاوي عايز بقى اعرف رأيك في التشكيل، والنقطة التانية رأيك في طريقة اللعب والريتم نفسه. يعني نتكلم الأول رأيك اختيار التشكيل، أعتقد في زملكاوي ما بيحطش التشكيل في دماغه، الزمالك جزء دي من ده لازم طبعا. تفكر وتحط لنا بقى أنت التشكيل من وجهة نظرك، وقول لنا سياسة تدوير الماتش نفسه تبقى عاملة إزاي. خليني الاول اتكلم عن كارتيرون نفسه. يعني هو كارتيرون محيرنا الفتره اللي فاتت، يعني ما بقى لنا كتير قوي ما كسبناش، يعني كسبنا اخر ماتش كان في البطوله كاس الرابطه بس. سيبك من كاس الرابطه، اخر حاجه في دور المحله في الدوري بالظبط. لكن كان نفسنا ان احنا يعني نكسب الماتش كاس الرابطه، الماتش اللي فات بس وماتشين، هما ماتشين. فانا اتمنى ان كارتيرون يعني يثبت لنا ان بطوله افريقيا لسه موجوده، ويعني يبوش شويه، يبذل شويه مجهود مع الفريق. الرهان على كارتيرون في بطوله افريقيا، يعني نجاحه السنه او في الموسم، هو حقق الدوري، فهو حاسس ان هو كده خلاص ساتسفايد من الحته دي، وده لازم الموضوع ده يبقى واضح مع الاداره. يعني يعني الطموحات لازم ما توقفش بالظبط، لازم الجمهور، لازم الاداره تكون واضحه وصريحه مع كارتيرون. لا، ما ينفعش انك انت تسلم ترفع الرايه في اي بطوله، لان الزمالك بيلعب على كل البطولات. واحنا لسه بدري، لسه بدري في الموسم. يعني بالنسبه لماتش ساجرادا، انا لو عايزين احط التشكيل، انا اتمنى ان احنا نبدا بمحمد ابو جبل في حراسه المرمى، وان شاء الله يتم موضوع تجديده على خير، لان هو من الحراس المميزين. حتى لو كان في هفوات، ده كل الحراس بتعدي. يعني الباك ليفت احمد فتوح، الوينش هو محمود علاء، والمسلوسي في الباك رايت. الاثنين بقى الديفندر، انا نفسي في غياب طارق حامد اتمنى ان هو يلعب بامام عاشور 6 وجنبيه زيزو 8. تمام. الماتش زي ده انت لازم تزود عدد الخبرات في الملعب. احنا ما عندناش رفاهيه ان احنا ما نكسبش بكره، يعني ان شاء الله نكسب، بس مش عايزين نعقدها. يعني لو ما خسرناش برضه مش تبقى حسب احسن النتائج حاجه بقى بتاعت حسب النتائج. الوداد وبترو والكلام ده، ممكن هنلعب برضه بعد الوداد وبترو، ممكن نكون شفنا يعني بالظبط، وهتبقى قدامك الفرصه. بس انت ليه تحط نفسك في الحسابات وانت اوريدي حطيت نفسك فيها بالتعادل 2-2 في الماتش الاولاني؟ طيب، فالنص إمام الاولاني وزيزو الثلاثه اللي تحت راس الحربه، هنلعب ببن شرقي، شيكابالا، اوباما، وقدامهم سيف الجزيري. عظيم. شايف ان الزمالك ينزل ضاغط ولا نلعب الماتش هدوء ثم نستنى المرتده؟ بص، فرقه ساجرادا انا ذاكرت حاجه بسيطه كده منها، فرقه ساجرادا من الفرق اللي هي العشوائيه الافريقيه دي، مش مميزين غير خالص في الضربات الثابته. فانت ما تعملهمش الضربات الثابته اللي هم بيحبوها عشان ما يجيش عليك خطوره، والعب باللعب بتاع الزمالك العادي. عجبني جدا الفيديو اللي نزله اكونت الاتحاد الافريقي، شيكابالا واوباما، نلعب لعبنا ونلعب كره على الارض ونروح على الجون. لو الروح دي هي اللي موجوده هتكسب ماتش مرتاح، لان خبرات لعيبه الزمالك، وانا هدفي من التشكيل اللي انا حطيته اللي انا زودت الخبرات، زودت اللعيبه اللي تقدر تتحرك كتير وتجري كتير في الملعب. هتبقى زي ما انت قلت، هتبقى مرتاح شويه، لانك واضح قدامك الوداد عمل ايه، هو وبترو اتلتيكو قبليك، فانت هيبقى في حاله فشل بترو اتلتيكو في الفوز على الوداد، هتبقى يكون حاجه مشجعه للزمالك. هتبقى مرتاح شويه يعني قبل ما تسافر المغرب وتلعب الوداد هناك.